السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم دكتور مكاوي. اليوم ان شاء الله بغيت ندير لكم فيديو خفيف على واحد من اهم الدروس اللي تعلمتها في الحياه. فكرت يعني هذه النصيحه وشفت بلي بزاف ناس ما يبروغريسوش في حياتهم باسكو ما عندهمش هذه الاوبسيون، ما عندهمش هذه العفسه في الفلاتيتود تاعهم، اللي هي انك دائما خصك تريسكي وما ترهبش من انك تجرب، ترهبش ما تخافش تجرب حاجه ماركش دايرها من قبل ولا تشوف فيها ريسك. كاين بزاف ناس ما يبروغريسوش في حياتهم بسبب هذه. فالانسان قاعد تخسر، مثلا تخسر دراهم ولا تخسر وقت ولا تخسر يعني سمعه عند الناس، لان هذه مهمه بزاف. كاين بزاف اللي ما يديروش صوالح لانهم خايفين من الناس، خايفين من هضره الناس. تدروك تخيل صافي 2 ولا 3 من حياتك هضره الناس اش دارت لك؟ اسكو ضراتك؟ اسكو زادت فيك حاجه ولا نقصت فيك حاجه؟ ما دير لك والو هضره الناس. الانسان توجور يكون عنده الفلتر تاع ربي يزعف وكان يدير هذه ولا ما يزعفش. هذه اللي تهمك، اذا ربي يزعف ولا ما يزعف، باسكو ربي هو اللي ينفعك ويضرك. اما الناس كما يقول الحديث، ولا ان اجتمعت الجن والانس على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. هذه اللي تكون قاعده في الحياه، وهذه هي اللي باغي نقولها. يعني الانسان يحاول دائما يجرب ويصدم، وكاع لما ما ديتش الفائده من هذيك التجربه غادي تتعلم منها صوالح اخرين. اصدم في اي حاجه في الحياه، اصدم في لي رولاسيون بيرسونيل، في التجاره، في القرايه، في اصدم في التعلم. في هذه حاجه حسيتها انا بيرسونيلمون فادني بزاف. دائما الصوالح اللي لي دومين اللي طورت فيهم بزاف، دائما البدايه تاعهم كانت ريسك، دائما البدايه تاعهم كانت تجربه ما داروهاش ناس اخرين وانا اصدمت فيها. لان الناس تخاف، مش عارف، تخاف من بزاف صوالح. فالانسان لازم دائما يصدم ويجرب يجرب يجرب. التجربه في الحياه مهمه، تجرب 5 خطرات 6 في النهار مش كيما واحد يجرب خطره في السيمانه. لازم دائما تصدم، دائما جرب جرب، اصدم اصدم اصدم، وما تحوش على الناس صاي. وكي تجرب وتصدم ثاني، تجرب وتصدم عن وعي، تكون عارف شاك تحوس من ديك الحاجه اللي تجربها باغي تسي. مرات ولا حاجه تصدم فيها في البريكولاج مش كاع فاش تحل عليك بيبان تاع تجاره وبيبان تاع رزق كبار بزاف. فالتجربه هذيك اللي ممكن ديرها اليوم قادرة تنفعك على عامين، قادرة تنفعك على 5 سنين، ما تحسش كاع ربي إذا طول في العمر ما تحسش كاع وين تنفعك. فالإنسان دائما خاصه يكون صدام، هذه هي الميساج اللي باغي نوصلها، تكون صدام وما ترهبش من التجربة، وجرب بزاف، جرب 5 خطرات 6 في النهار صوالح جدد، دائما جرب صوالح جدد واستفاد منهم، صاي. فهذه الشيء اللي بغيت نقوله، وشفت بلي كاين بزاف ناس مساكين ما افونسينش في حياتهم. تخيل غير تخيل عامين ولا 3 قبل هضرة الناس ولا التجارب اللي ما صدمتش فيها مش ومن بعد تخسر شويه دراهم ولا تخسر. الانسان دائما يتعلم من التجارب الماضيه ويسي دائما يجرب ويصدم الى الممات، هذه هي. ودائما تفكروا ولا ان اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. هذه هي. السلام عليكم.